السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. بطولة الجمهورية الدرجة الأولى، المجموعة الثانية سباق 100 متر وشاري رجال، يبدأ الآن سباق 100 متر وشاري المجموعة الثانية، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، مع تحيات الكابتن وليد عبد الغني. انطلاقة خاطئة، اعادة السباق 100 متر مرة تانية.